فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. طيب يا شعب الإمام، الإمام نختم الباب لأنه سيفتح بابا جديدا وباب عظيم جدا، باب في طلب العلم وفضل العلم، وهذا باب أيضا كأنه قال وزيادة الإيمان منوطة بطلب العلم. قال روى المصنف بسنده إلى الجنيد: احتمي لدينك أشد ما تحتمي لعينيك. وقال أبو حازم الجلسائي: وحلف لهم لقد رضيت منكم أن يبقى أحدكم على ديني كما يبقى على نعلي. قال الثوري: من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، ومن أطلق بصره طال أسفه، ومن أطلق أمله ساء عمله، ومن أطلق لسانه قتل نفسه. أيها الناس، من علم ما طاب هان عليه ما بذل، من علم ما طلب هان عليه ما بذل. وفي رواية المعمرة يقول: من ذاق حلاوة عمل صبره على تجرع مرارة من ذاق حلاوة عمل صبره على تجرع عمل صبره على تجرع مرارة طرقه أو طرقه، ومن طالت عبرته استلذ ذوقه واستوحش ممن يشغله. وقال عبد الله: أرى نفس عيد المسابق كانت أهون عليه في الله من نفس الذباب. وكان المسابق يكثر أن يقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. قال ميمون بن سياه: لا تمهر الدنيا دينك، فمن أمهر الدنيا دينه زفت إليه الندم. قال القعنبي: قال مالك لرجل: هذا أما تلعبت؟ قال: تلعبت تلعبت قالت أما تلعبت؟ قال: تلعبنا بدينك. هذه كلها على الحفاظ على دين الإنسان، دينك دينك، لحمك دمك. فهو يقول: رضيت منكم أن يبقى أحدكم على دينه كما يبقى على نعله. يعني هو شوف كيف حريص على ملبسه أو حريص على ما يملكه. قال: فكن حريصا على دينك. وطبعا الحرص على الدين ألا تبيعه، وأيضا ألا تمكن من الشيطان منك. فنسأل الله أن يغفر لنا في هذا التمكين، وأن يغفر لنا وأن يرزقنا الصالحات الماحيات. اللهم أمين يا رب العالمين. قال: احتمل دينك كما تحتمل عينك، يعني اعلم أن دينك أفضل من بصرك وأفضل من جسدك، وبصيرتك أفضل وأرقى وأنقى وأسمع عند ربك جل في علا. كلما حفظت على دينك ما يهمك ما ذهب عنك، كما قال عروة: ترك لي لسانا ذاكرا، ترك لي لسانا، يعني قطعت رجله وحدث معه ما حدث من كثير من البلايا، لكنه قد قال: ترك لي لسانا ذاكرا، أو غيره قال: ترك لي لسانا ذاكرا. فالمهم أن يكون الله وعند الله سبحانه جل في علا. نعم. وهنا كلام الثوري كلام رصين جدا. قال: من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. إذا كنت تعلم أن سلعة الله هي الجنة، إذا كنت تعلم أن العلياء ستكون فيها، فلك أن تبذل المهج وتبذل النفس والروح والنفيس، وعليك أن تبيع برخيص وليس برخيص. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ولذلك سعيد المسيب كانت تهون عليه نفسه جدا في الله جل في علا، وهكذا ما فعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هانت أنفسهم في الله، لذلك ارتقوا إلى 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 المنازل العلا. لذلك قال: من يطلب من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، يعني يعيش ليله لله ونهاره لله، وأيضا كل ما يملكه ما يكون إلا 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 مقدمة طلبا لمرضات الله جل في علا. قال: ومن أطلق بصره طال أسفه. من أطلق بصره على ما لا يملك طال أسفه لأنه فضول، وما من أطلق بصره يعني دون روية أيضا طال أسفه، سيتندم، وقد يكون سهما في القلب ينقص الإيمان أو يشوش عليه حلاوة الإيمان.
اللهم اغفر لنا وثبتنا على الحق يا رب العالمين. ومن أطلق أمله الذي يقول ويسوف أتوب اليوم أتوب غدا أتوب بعد الغد عندما أبلغ الأربعين عندما أبلغ الخمسين، ففي هذا إذا طال أمله ساء عمله. ومن أطلق لسانه قتل نفسه، ومن أطلق لسانه فلسانه ثعبان، يعني فإنه لا يترك له شاردة ولا وريدة إلا أتى عليه من أطلق لسانه. وهذا ما نعيشه في هذه الأونات الكثيرة، يجلسون المجالس من أجل إطلاق اللسان في الأعراض وفي العلماء وفي بعض، وأيضا حتى في 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 في, في, في الأقارب وفي الأصدقاء، يعني حتى عن طريق المزح. فمن أطلق لسانه واعتاد على أن يطلق لسانه على غيره فهذا الذي درب نفسه على الخسارة، وأكد على نفسه البوار، وجاءه ما لا يسره بحال من الأحوال، وإن الله تعالى سيربس له من يعني يطلق بصره فيه. ولذلك في رواية قال: من علم ما طلب هان عليه ما بذل، من علم ما طلب هان عليه ما بذل، كما قلت قد اشترى الله من المؤمنين أموالهم وأنفسهم أو أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، أعددت لعبادي الصالحين ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن ذاك من ذاق حلاوة الإيمان لا يضره مرارة الصبر، لأنه عندما تبكي عينه قربا من الله جل في علاه وطلبا لرضاه فإن مرارة الصبر لا تمثل له شيئا، لأنه قد يعني استوحش في بعده عن الأنس، فلما كان الأنس وكانت المناجاة علم أن الدنيا بأسرها تتصاغر تصاغرا عظيما ولا تساوي شيئا بين هذا الجبار سبحانه جل في علاه. نعم، لا تمهر الدنيا دينك، فإن من أمهر الدنيا دينه زفت إليه الندم. الدنيا تقتال، وكما قلنا أوحي إليها من خدمني فاخدمي ومن خدمك فاستخدمي، والدنيا مرارة لا ملذة فيها ممحضة بل مكدرة، وكدورها بالندم والهم والغم والحزن والحرص الذي يضيع قلب الإنسان فالمرء لا يتلاعب في دينه ولا يخاطر بدينه، وعليه أن يستقيم على أمره وأن يتم توحيده وأن يأتي بالحسنات بعد الحسنات، وكلما كان الأمر من الحيدة والزلات والسيئات فعليه أن يأتي بالحسنات الماحيات، فإن الله جل في علاه غفور رحيم، وإن الله جل في علاه يجعل الخير كل الخير في من أدرك خطأه وحاول علاجه. ومن قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، من أقر بما هو عليه من خطأ وزلل فإن الله جل في علاه يجعل له المخارج العظمى ويجعل له الحسنات الماحيات. وبهذا يكون قد ختم الباب بفضل من ربنا ونعمة في باب شح المرء بدينه، وانتقل إلى باب طلب العلم وشرف طلب العلم. الفوائد المستنبطة من ذلك: من حافظ على دينه حاز الدنيا والآخرة، طول الأمل مهلكة المكلف، رأس الأمر الزهد في الدنيا، بل قل رأس الأمر تطليق الدنيا، رأس الأمر تطليق الدنيا. نسأل الله جل وعلا أن ينزع حب الدنيا من قلوبنا وأن يجعلها في أيدينا، ويجعلنا ممن يحب الآخرة. نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. نعم، كما قال النووي الإجماع على أن من سوف التوبة فهو في ذنب لا بد أن يتوب منه. لو في أي أسئلة تفضلوا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.